اهلا ويا مرحبا من الدور الرابع المسجد المسك. ما شاء الله تبارك الله، الصلاة على النبي. زي ما انتم شايفين مهندس الكهربائي بيجي الان يركب الاضاءة بالكامل على الديكور، يكون مسجد وسام تعز متابعينه. اسال الله ان يكتب الاجر لنا ولكم يا رب، ان شاء الله صدقة جارية مدى الحياة لكل من ساهم في هذا الخير ولو بالنية. الله كيف انا مبسوط، يا ربي لك الحمد. بوريكم بشكل اوضح، خلوكم معي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا كله بفضل الله ثم اهل الخير، الله يجزاهم خير الجزاء يا رب. اللهم لك الحمد، ما بقى لنا الا القليل باذن الله. شغالين شغالين، يلا هانت هانت ان شاء الله، بيكتمل بيكتمل. باقي لنا الشباك هذا، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا يا حبايب، المبلغ المتبقي لتكلفة المسجد الآن الذي ما اشتغلنا ايش هو؟ ما اشتغلنا مواسير السباكة حق الماء الذي ينزل من الهنجر إلى الخزان الأرضي، وهذا يعني مهم جدا جدا جدا. ما اشتغلنا، ما ركبنا 4 سماعات، السماعات حق الأذان الله أكبر سمع الله لمن حمده، ما ركبنا هنا، ما بدلنا اسلاك الدور الاول مع الدور الثاني مع الدور الثالث، الاسلاك كامل. ايش باقي؟ اللهم صل على محمد. باقي كمان معانا الدواليب المصاحف القرانيه، ما اشتغلناهم ولا توفرت تكلفتهم للان، يعني المتبقي 4334 ريال سعودي بخصوص الشباك الكبير هذاك المفتوح. ايضا الشباك هذا كامل بيكون شباك 4 متر في 1.40 متر. لتكلفة الشباك هذه لوحدها ما هي مع تكلفة المسجد، متبقي لها 1100 ريال سعودي، يعني 1100 ريال سعودي و 4334 ريال سعودي، هذا المتبقي لتجهيز المسجد بالكامل. فالذي حابب انه يساهم معنا بالأجر العظيم هذا يتواصل معي واتساب، والله يجزانا وإياكم كل خير يا رب.